السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مقدسية وين ما كنت، إنما كنت من القدس. تنسوش دائما تحطوا جرس التنبيه والاشتراك بقناة اليوتيوب. اليوم معي كم من أفعى بدي أقتل صراحة، لأنه هاي أفعى برية لازم ترجع على الطبيعة. أنا ضد قتل هاي الأفعى حتى لو أفعى فلسطين. يعني معي أفعى فلسطين، معي بقلوية، هاي الافاعي من حقها انها ترجع على الطبيعه. زي ما انتم شايفين هي الافعى البقلويه، هاي من حقها انها ترجع على الطبيعه ونتلك صراحه. ليش؟ لانه هاي بتفيدنا كثير. طلع كيف بترفع راسها بدها تستكشف الطريق. الان احنا ما بدنا اياها تروح على الطريق. بدنا اياها تروح غير. دائما بتمشي على الغروب الشمس، هيك غروب الشمس انت. الان معي افعى فلسطين. هلا في ناس بده يقول لك ليش بدك تطلق افعى فلسطين؟ هاي منطقه بعيده خاليه من السكان. طلعوا وين؟ باجي بطلق صراحه حتى لو سام، لانه كمان شوي بفوت انسابات شتوي بتخبي. عندي افعى الدساس اللي هي افعى البوة الرمال، برضو راح اطلق صراحة. هاي حطنا لها الرملة، هاي شوفوا من حقها انه ترجع للطبيعة حتى لو كانت سامة. ليش؟ عندها اشي هدف بالطبيعة لازم تخلصه. يعني مثل ما احنا حياتنا انه نيجي ونعمل ونعيش ونتجوز ونتكتر، هاي حياتنا. لازم كل الافاعي وين ما بنشوفها لازم نتلك صراحة، ما لازم نحشر. لانه هاي الافاعي يا اخوان اذا احنا تخيلوا انه كل اشي نمسكه ونروح نقتله كان احنا بننقتل، ولكن الله يبعد الدم عن الجميع. هاي الافاعي لازم تنمسك وتنطلق تكمل حياتها في الطبيعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.